دي حسن. هقولك على خبر زي الزفت، انا اتنقلت طرطوس. ايوه طرطوس قبلي. ايه رايك انا هستلم العمل بعد اسبوع؟ ايه رايك ناخد اجازه نسافر في اي حته نقضيه سوا؟ البلد اللي اتنقلت فيها بعيد؟ 5 ساعات في القطر. ياه، ممكن تطلب نقلك لبلد اقرب؟ ده اللي في نيتي، بس بعد شوية. تعرف انك هتوحشني قوي. وانت كمان. دي مجاملة؟ من قلبي. سوسن، لا، ايه اللي خلاكي؟ قصدي يعني الخوف، خوفي من بكره، خوفي من اول الشهر يجي وما اقدرش ادفع اجره البيت. ماما تعيا، ما اقدرش اجيب لها الدواء، هنطرد من شغلي وترمي على الرصيف. طبعا انت فاهم ده كله. وما اتجوزتش ليه؟ يعني كانت تقدم لي عرسان ورفضت؟ اصلي في ازمه جواز اليومين دول. عشان ما تنسينيش. نورت طرطوس يا باشمهندس. الله ينور عليك يا سيدي. لقيتوا لي شقة؟ لقينا لك شقة مفروشة لكن محترمة. شقة مين؟ شقة الست أم كوستة حرم الخواجة كرياكو. ناس جريد من بتوع زمان انما عشريين قوي. يا سلام. امال هتعجبك. اتفضل اتفضل يا باشمهندس. اتفضل ساعة البيت. الشقة عجبتك يا باشمهندس؟ كويسة مش بطالة. اتفضل المفتاح. أي خدمات تانية؟ متشكر. السلام عليكم. قول لي. نعم يا فندم. هي شقة الخواجة كرياكو فين؟ دي قدام سيادتك على طول هنا. طب مع السلامة. الله يسلمك. مين؟ أنا حسن عبد الحميد، جاركم الجديد. كلاستو كيرياكو يو ساتنامو تو خسن بيه. خسن بيه. أهلا وسهلا خسن بيه، نورت البلد خسن بيه. تفضل تفضل خسن بيه تفضل. الحقيقة أنا جاي أشكركم على الجميل اللي ما فيش جميل خسن بيه، إحنا كلنا إخوات. أنت واخدك؟ أيوه. والفاميليا؟ مفيش فاميليا.
كوميري دي ناشي فاميلي. مس مخيم خسن بيه مس مخيم، احنا في خدمتك. انا فرست صابتا انت بزوبتا انا، ويمكن الزوبتا انا مش هيجي بزوبتا انت. لا ابدا يعجبني قوي قوي. خلو؟ خلوي؟ خلو قوي. انا ممنون. مفيش ممنون خسن بيه. ميرسي، انتوا ناس طيبين في الحقيقة. ميرسي خسن بيه. طب استأذن انا. لازم يمسكتوا واخد كافيه. هاتي ناموا. كلم الكافيه. كلا باباكي. اخي المساخنين خسن بيه. الحمد لله على السلامة يا باشمهندس. الله يسلمك يا حضرة العمدة. إن شاء الله تكون مبسوط من الشقة. كويسة يا عمدة. والعيلة هتشرف إمتى؟ مفيش عيلة. ربنا يسهل. ما يلزمكش أي خدمة؟ متشكر، عن إذنك. صباح الخير يا باشمهندس. صباح الخير. طرطوس نورت والله. يا اخويا تلم. اسمع. افندم. قول لعوضين يجهز الموتوسيكل عشان نفتش على الزراعة. حاضر يا فندم. مرسل تعال انت بتخش. وريني. ولا. 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 ولا انت شايف. لا لا وريني. ايوه. خد اخر علاوه امتى؟ انا مش بتكلم على علاوه، انا بتكلم على الدرجه. فين هو الضمير يا حضره الناظر؟ باكو الزبده في الجمعيه بثمانيه ساغ، نشتريه بتسعه وعشره. من الجمعيه؟ لا من البقال. الجمعيه ما فيهاش زبده. ثلاجه البقال بقدره قادر مليانه زبده. بقى ده اسمه كلام. اذا كنت عايز استمارتك تمشي ناوي البشكه هتبقى قرشين. رشوه يعني؟ ما تبقاش حنبلي، هدية يا أخي. ده صحيح، لأن القانون ده صفر. إنما تبقاش صفر. أيوه صفر. والله أنا مستني شوية. أهلا وسهلا سعادة البيت، تشرب إيه؟ واحد ويسكي، ما عندناش ويسكي. كونياك، ما عندناش خمر خالص. أمال عندكم إيه؟ قهوة، شاي، جنزبيل، قرفة، أنسون. إديني قرفة. حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يلا بينا احنا تمام. يلا يلا اتفضل. والله اتفضل. لا اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. شلبي؟ ايوه. اتفضل يا حضرتك. شلبي عفندم. نعم. اتفضل. الناس دي قايمه ليه؟ الساعة 10 ميعاد التشطيب. تشطيب؟ ايوه. حسابك كام؟ قرشين. متشكر. سيجارة؟ واجب علينا يا بيه. يدوم. اسمك ايه؟ محسوبك فراج يا بيه. عاش الاسامي. قول لي يا فراج. هي البلد دي مفيش فيها اماكن للسهر. خمامير يعني؟ لا قصدي صالة مزيكا، رقص، سهر. لمين السهر والرقص يا بيه؟ اهالي البلد ملقومش. الموظفين ما معاهمش. السهر والرقص والحظ في البيوت. العائلات مع بعضيه. والعازب. العازب ملوش في البلد. ايه هنسهر سوا الليلة اهي. ما احنا سهرانين اهو. لا نسهر في حتة تانية غير هنا. المرة الجاية. وبعدين يا سوسن انت بتتهربي مني ليه؟
اذا كان على الفلوس انا مستعد لكل طلباتك. هبنيلك فيلا وافرشهالك. بس عزوز. عزوز بيه تسمح. ايه؟ دور عليه. دور ايه؟ حكمني ايه؟ تعالى اسمح لك مظريف، خليني اسالك شويه اسئله كده بجد بمنتهى الصراحه وصدق وامانه. تعالى. على ذوقك يا جماعه عزوز بيه. اتفضل. اقعد. قول والله العظيم اقول الحق. والله العظيم والله عظيم جدا. ابوك بيشتغل ايه؟ بعدين بقى قول. مش داعي للاحراج ده. قول بس قول انت قول. صرامات. وامك. الله، احنا هنخش في العائلات ولا ايه؟ جماعة ثروتك مين؟ فهلاوي. يعني ايه؟ شعبطة. يعني ايه؟ ما تفهموها بقى. شيلني وشيلك. دوحة. حبيتي كام واحد؟ ولا واحد. يا كدابة، أنا عارفة. زمان حبيت واحد. طب وما اتجوزتوش ليه؟ أصله ضحك عليا. إزاي؟ اتجوز واحدة صاحبتي. ودلوقتي بتحبي مين؟ بحب واحد. موجود هنا؟ دانا. إيه أكتر حاجة بتحبيها في الدنيا؟ الفلوس. ليه؟ عشان دقت الفقر. سوسن. أنت راضية عن نفسك؟ راضية ومش راضية. مش راضية عن ايه؟ اللي انا فيه. وراضية بايه؟ باللي انا فيه. دخلك كام في الشهر؟ وليه ما اتجوزتيش؟ مفيش حد ضحك عليكي؟ ايه املك في الحياة؟ ماليش امل. انا ضايعة. كلنا في الهوا ضايعين. يلا نضيع. يلا.